الشفاعة فكرة شيعية أحد المفكرين يقول الشفاعة عقيدة اختلقها الكهان الكهنة اختلقوا هذه العقيدة الشفاعة فكرة شيعية هل الروايات الشيعية هي التي تحتوي على مفهوم الشفاعة فقط؟ الجواب كلا. أمهات المصادر الشيعية والسنية تحتوي على روايات صحيحة وصريحة حول قضية الشفاعة. انا اكتفي لكم في هذا المبحث الرابع بذكر بعض الروايات من اصح الكتب عند العامه صحيح البخاري وصحيح مسلم ولا نتطرق الى بقيه الكتب الان اكو موضه جديده عند بعضهم كلما تستدل عليه بروايه يقول هذا الكتاب ضعيف. هذا الكتاب مو عالم النا، هذا من علماء الشيعه. كثير من علمائهم من كتبهم يقولون هاي مو كتبنا، هاي كتب الشيعه. ولكن ما يتمكن واحد يقول ان البخاري كان عالم شيعه. لا يتمكنون أن يقولوا صحيح البخاري مو صحيح في منطقه صحيح البخاري عندهم أصح الكتب بعد كلام الله سبحانه وتعالى إذا فرضنا أن مجموعة لا يقبلون الصحاح الستة يقول لا نعتقدها صحاحا ولكن صحيح البخاري صحيح عنه. وصحيح الم... صحيح مسلم صحيح عنده الروايات كثيرة في صحيح البخاري وصحيح مسلم ولكن أكتفي ببعض الروايات البخاري المجلد الأول صفحة ستة وثمانين عن النبي صلى الله عليه واله: "أُعْطِيتُ خَمْساً لمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، منها: وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة". صحيح البخاري، المجلد الأول، صفحة 86، والمجلد الأول، صفحة 113. صحيح البخاري المجلد الخامس صفحة 228 باب قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عن ابن عمر إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كأنه الكلمة جثا يعني جاثون كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه واله، كلمة آله مني لا من صحيح البخاري فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود ان يبعثك ربك مقاما محمودا هذا مقام الشفاعه